السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا في أفضل الأحوال. النهاردة إن شاء الله هنتابع مع بعض حديثنا عن نباتات الزينة وروعتها ودورها الكبير جدا جدا في إدخال البهجة والسرور علينا. ولذلك هنشوف مع بعض النهاردة نبتة الكنة، أو زي ما بيسموها الكنة الهندية. الكنة الهندية شجيرة مستديمة الخضرة ونموها سريع جدا جدا وارتفاعها بيصل لمتر او اكتر بشوية. بتنتج الكنة زهور غاية في الجمال والروعة. اكسار الكنة بيكون عن طريق البذور في فصل الربيع، او بالتقسيم عن طريق تقسيم الخلفات اللي بتخرج حوالين النبتة الاساسية. شجيرة الكنة جميلة جدا جدا في حديقة بيتك او في بلكونتك، بتتميز باوراقها العريضة وزهورها اللي بتكون متعددة الالوان. نبات الكنة نبات معمر، بمعنى انه متواجد طول العام باوراقه الزاهية وزهوره الجميلة. حضرتك ممكن تزرعه في مكان يكون بتصل أشعة الشمس طول الوقت. ممكن تعمل منه سياج أو سور للحديقة، وممكن تزرعه في الصيص داخل الحديقة أو في مداخل البيوت والعمارات. نبات الكنة بيتميز بلون أوراقه المختلفة، ففي منه كنة أوراقها باللون الأخضر، وكنة أوراقها لونها بيكون بني، وكنة أوراقها بتكون باللون المقلم بين الأبيض والأخضر. أما بالنسبة لزهور الكنة فهي كمان لها عدة ألوان، منها زهور باللون الأحمر، وزهور باللون البرتقالي، وزهور باللون الأصفر. الكنة الهندية نبتة تزرع لجمال أوراقها وزهورها اللي ألوانها بتكون رائعة جدا جدا، وهي نبتة سريعة النمو بتصل لارتفاع 1 متر تقريبا وأكتر. الكنة سهلة العناية وزهورها بتستمر في الحديقة لفترة طويلة جدا، ما عدا فقط في فصل الشتاء. بتزرع الكنة بمكان يكون بتصل أشعة الشمس لمدة تصل من 4 لـ5 ساعات يوميا، وهي بتفضل التربة الخفيفة جيدة الصرف. نبات الكنة بعد تزهيره بتتحول زهوره لبذور بيكون شكلها دائرية بحجم حبة الزيتون. بننتظر تحويلها طبعا من اللون الأخضر للون الأسود، وبنسيبها لحد ما بتكون يابسة، وبعد كده بنزرعها وبتنبت بعد 2 شهر تقريبا. ودي طريقة ممتازة طبعا للي بيعاني من موتها. لو احنا نقلناها او فصلناها عن الام الاساسية بسبب شدة الحرارة، فزراعتها عن طريق البذور بتكون احسن وافضل بكتير، والطريقة دي بتكون في بداية الصيف. بكده اصدقائنا الغاليين يكون اتعرفنا على نبتة الكنة الهندية، وشوفنا قد ايه روعة وجمال اوراقها، وعرفنا انها نبات جميل ومزهر تقريبا طول العام بألوان زهوره المتعددة والجميلة جدا. أتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. نشوفكم في حلقات تانية إن شاء الله. دمتم بود، في أمان الله.